بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. المتكلم اللاعب محمد فالي محمد سالم ملقب فالي، لاعب منتخب الوطني للكرة الحجيجية. نتكلم لكم على أجواء خوناها نواذيبو معسكر تدريبي. ما شاء الله كان معسكر رائع مع المدرب ونائبه، ما شاء الله كان في تحسن، وما شاء الله مشينا في احسن ظروف ومشينا واعدين الجزائر، وكانت الضيافه ما شاء الله رائعه، ولعبت بتير دي بريزيسيون اللي هو الرمي بالدقه، وما شاء الله حصلت على الميداليه الفضيه، وحصلت على رقم القياسي العربي لاول مره، وكانت اول تجربه لي، وما شاء الله نروح ان شاء الله المزيد 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 ان شاء الله، والحمد لله والسلام عليكم.